المشير السيسي القائد عام القوات المسلحة النهاردة تفقد قوات المنطقة المركزية العسكرية وتحدث لأول مرة وبيتكلم على أن الجيش بيشكل قوات للتدخل السريع لتعزيز قدراته القتالية. فرقة التدخل السريع دي المفروض أن هذه القوات الخاصة كانت قوات خاصة دائما تابعة للداخلية. النهاردة احنا بنشوف أن الجيش المصري بيشكل هذه القوة وهي قوات خاصة بالجيش المصري لمساندة الداخلية في أي وقت من الأوقات في ظروف الأزمات. طبعا الناس كلها منتظرة خلال يوم أو الآخر أن يعلن المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه كوزير الدفاع. اليوم 30 يعني ستعلن اللجنة يوم الأحد المقبل ستعلن اللجنة عن مواعيد الترشح، وبالتالي خلاص كده احنا قدامنا يوم الأربع يوم الخميس أن يستقيل المشير السيسي. امتى؟ غالبا ربما يكون يوم الخميس، لأنه بروتوكوليا لا يستطيع أن يستقيل إلا عندما يعود الرئيس عدلي منصور. رئيس عدلي منصور قد يعود مساء اليوم، قد يعود صباح غدا بعد الجلسة الختامية. والحقيقة إن احنا يعني ربما يكون مجلس وزراء غدا او ربما يكون مجلس وزراء يوم الخميس. وبالتالي يعني احنا في انتظار استقالة المشير عبد الفتاح السيسي من منصبه كوزير الدفاع. متوقع ان هو يلقي كلمة، يقول يعني ان هو بيستقيل، يعلن انه سيستقيل ويعلن انه سيترشح لرئاسة الجمهورية وهذا هو سبب الاستقالة. ده متوقعين. وفي كلمة هتكون بقى في مناسبة ما هيقولها في مجلس الوزراء، ربما عندما يتقدم باستقالته، ربما يقولها في رئاسة اذا قدم استقالته للسيد الرئيس. ومعي على الهاتف سيادة اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري. سيادة اللواء، يعني ايه فرقة تدخل سريع تنشئها القوات المسلحة؟ قوة التدخل السريع بتنشأ في جميع جيوش العالم المتطورة والمتقدمة. القراءة جاءت على خلفية انتشار التهديدات على خريطة جمهورية مصر العربية. كذلك الارهاب اللي احنا بنحاربه دلوقتي لم يعني انا بأؤكد على انه ليس الاخوان فقط، ولكن الاخوان وتنظيمات ارهابيه اخرى زرعت باختراقات استخباراتيه لهذه التنظيمات لتعمل في مصر لصالح دول في البعد الاقليمي والدولي. لذلك قراءه القوات المسلحه للتهديدات ادركت انها ستحارب الارهاب لفتره ولوقت قد يطول، وبالتالي يجب ان تتشكل هذه القوه للتدخل في الأماكن المبنية والأماكن المزروعة والأماكن المأهولة بالسكان والمناطق الحدودية وبجوار أهداف السيطرة القومية الكبيرة، لأن العمل القادم هيكون عمل أكثر شراسة، وبالتالي قدرة هذه القوات على الدعم بتدريبها وقدرتها على المناورة العالية والدخول إلى مناطق العمليات بتسرب غير نمطي هو ده اللي هيحسم وهيسكت، بل ويجعل هذه العناصر إما تخضع لنسب إسكات أو تخضع لنسب تدمير كامل. سيادة اللواء، يعني معروف أن تسليح الجيش بيكون تسليح ثقيل، وحتى دايما نقول إحنا بنخاف الجيش يتدخل لأنه لما بيضرب بيقتل، يعني مفيش يعني تسليحه دايما ثقيل. هنا تسليح قوات التدخل السريع بيكون إزاي؟ الإرهاب يستحق التدخل مش بأسلحة قاتلة، بأسلحة فتاكة. فتسليح قوات التدخل السريع هي أسلحة خفيفة ذات ثقل نيراني عالي. يعني أما نتكلم عن الرشاشات المتوسطة والثقيلة، أما نتكلم عن القواذف المضادة للدبابات، أما نتكلم عن الصواريخ التي تطلق من الهليكوبتر، أما نتكلم عن الصواريخ التي تطلق من الزوارق، كل ده يستحق أن يستخدم ضد هذه القواعد التي قد تنتشر في مناطق ساحلية، في مناطق صحراوية، في الظهير الصحراوي للمحافظات، وقد نبه له أكثر من مرة. كذلك عند التسلل إلى القرى أو المناطق اللي بيتمركزوا فيها زي ما حصل في عزبة شركس، كل ده بيستحق مننا إن احنا نسلح هذه القوات بنوعيات متعددة ذات ثقل نيراني عالي. بشكرك سيادة اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري. إذن وحدات للتدخل السريع للقوات المسلحة لتساند وحدات التدخل السريع والقوات الخاصة أيضا الشرطة.